يا صباح الانوار، صافا لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه، صباح الطاقه الايجابيه، صباح التهليه في الراس، صباح نعطيكم الطاقه الايجابيه ونعطيكم باش تهلاو في راسكم. راه خصكم غاده تهلاو في راسها. راه شوفوا اي حاجه كنبارطاجيها معاكم باش ندوز لكم الطاقه الايجابيه وندوز لكم حتى نتوما اللي ناسيه راسها تفكروا، اللي ناسيها حالتها تشكر حالتها ولو شي حاجه قليله. المهم شوف كل واحد يمشي على حساب جهده، ولا واحد راه شوف عطى الله. شوف دابا راه لي صالون راه ما بقاش داكشي غالي، ما بقاش داك سميتو انسان يتهلا في راسو. وحتى لما مشاتش الصالون ما عندكش امكانيات، راه يمكن لك ديري غير في دارك. وشوف راه بزاف د الحاجات يمكن لك ديرهم غير في دارك. غير المهم انسان غير نفيق غنفيق لي ترى حتى انا كنسى. راه ماشي كنقول لكم انا راه دائما اختكم لا، حتى انا كنسى. غير ملي كنبغي ندير شي حاجه كنقول نفيق خواتاتي وصافي، هادشي اللي كاين. دونك ان شاء الله انا غدا ان شاء الله الحصه التخصيص، ان شاء الله باذن الله قربت نكمل الحصص ديال التخصيص ديالي. ان شاء الله غنكملهم قبل رمضان ان شاء الله باذن الله. من بعد ديك الساعه غنبدا السبور، ومهم غادي نشوف مع الكوتش وداكشي كلشي ان شاء الله غادي نشاركو معاكم. الحمد لله لو بوا ديالي غادي كينزل، الحمد لله انا غادا بخير. ما حارماش راسي 100% مي جو جير، يعني كنعرف كيفاش نتصرف، كنعرف كيفاش امتى ناخذ هذه، امتى ندير هذه، امتى هذا. ان شاء الله باذن الله. ما عرفتش بغيت نقول لكم غادي نمشي نتهلا في راسي. راكم عارفين رمضان داخل، ودابا لا دوش شاك جوغ، لان الصهد بدا كيسخن الحال. لا دوش شاك جوغ، وراك كتعرفوا مي كدوشي شعركم، مي راك عارفه الشعر مي كيدوش، هذا راه كتبغي تنشفيه، ما تبقاش يمكن لكش تبقاي تحرقيه بالسوشوارك، ولا ساعات ديري سوشوارك ولا هذا. دونك ان شاء الله غنمشي ندير نعاود البروتيين، كنت درتو هادي وقال 6 موا، غنعاود البروتيين ان شاء الله، غندير كولوراسيون. ديك النهار فاش كنت مشيت كنت شاكس معاكم، وراه كنت مشيت للصالون انا وصاحبتي، ما عجبتنيش، كنت درت واحد لاكولوغ ماشي، ما طاحوش ليا في لاكولوغ اللي بغيت داروا لي واحد لاكولوغ ما عجبتنيش. دابا انا بغيت نرجع لاكولوغ ديالي، ما المهم انا جيم با داك لي كولور كليغ. المهم بغيت نرجع لا كولور ديالي وصافي، هادشي اللي كاين ان شاء الله. وغادي نكمل عندي لو ديرني لو ديرني سوان دو فيزاج، اخر صافي غادي نسافر نكمل لو سوان دو فيزاج ديالي. الناس اللي اول مره غيدخلوا القناه ديالي وغيشوفوا هاد لا فيديو، غادي نخلي لكم المعلومات ديال السيده في صندوق الوصف. المهم سي ان سالون فيه كلشي، فيه صالون دو كوافور، استيتيك، امانسيسمون. السيده الله يعمر لها دار، كنوجه لها تحيه من هذا المنبر. انسانه اللي عرفتي علاش عجبتني؟ حيت شنقول لكم، جاتني بحال الستيل ديالي. انسانه كوراجوز، كتخدم كدير كتعطيك النصائح، كتشجعك. يعني واخا تقولي هذا ما تقدريش تقولي لا راه خصني نجي وخصني ندير، كتشجعك باش تهلاي في راسك. دونك جاتني بحال الستيل، جاتني على كانتي، على كنوجه لها تحيه من هذا المنبر. ايوا صافي، هذا المهم غادي يتهلا في راسي داكشي من ما عارفين. ايوا ان شاء الله باذن الله غدا ان شاء الله معروضه الفطور مع صحاباتي. ما عرفتش الا بقى لي الوقت وجيت بكري، راه غادي ان شاء الله نصوب شي حاجه، سينو غادي نشري الصواب غير من باتيسري على حسب الوقت. انا ما كرهتش نصوب اي حاجه، صوبتها راه غادي نشاركها معكم، الا ما كانش غادي نشري غير من باتيسري. ايوا هذا ما كان، ان شاء الله غادي نشارك معكم النهار وغادي نقول لكم في غديكتو ان شاء الله. من نخرج غادي نقول لكم، نتوما معايا هذا النهار ان شاء الله باذن الله. يلا خليكم معايا، نوضو نوضو كفضو نوضو قادو حالتكم، مابقاش كاملين غير الميناج وتمارا نوضو نوضو. يلا خليكم معايا باش دوز معايا النهار ديالي. صباح الخير عليكم، كي صبحتو كلشي على خير؟ البارح ما كملتش معاكم، جيت سقيت بزاف ديال لي كومونيكاسيون، قلت الناس كيتصلوا بيا الخدمه، راكم عارفين كنت يلا البارح حطيت الفيديو ديال جلي البات. دونك بقيت خايده غير مع لي كوموند وصافي، هادشي اللي كاين. دونك ما قديت نوجد حتى شي حاجه، رجعت شويه بكري ولكن بقيت خايده غير مع الخدمه ديالي وصافي. دونك دابا الصباح بكري قلت غادي نحضر واحد لاطاخت نشاركها معكم رابيدمون. عندي هنايا واحد 300 غرام ديال الطحين، يمكن لكم ديروا رابعه نورمالمون، لاطاخت كدير فيها رابعه ديال الطحين. انا حيت عندي المول شويه كبير درت 300 غرام ديال الطحين. عندي هنا واحد البيضه، عندي هنا واحد 150 غرام ديال الزبده اللي درتها شويه في الميكرووند غير تحيد من البرد، تحيد من البرد. عندي هنا واحد 4 المعالق ديال السكر سنيده، عندي واحد خنيشه دفاني وقبيصه ديال الملحه. صافي غندوزو مباشره باش نحضروها. المهم لا تخطر سهله، غادي نخلطوا النواشف. صافي غادي ناخذوا الزبيده ديالنا، غنرملوا الطحين.
صافي غنزيدو البيضه ديالنا. الا كانت البيضه صغيره راه تقدروا تحتاجوا جوج بيضات. انا كنظن عندي حتى البيضه صغيره غندير جوج بيضات. غنزيد البيضه الثانيه لانه عندي البيض صغير ولا كان عندي 300 غرام ديال الطحين. الا كان عندكم غير 250 ديروا بيضه كبيره. صافي غندوز نخليها في الثلاجه على ما نمشي نوجد الفطور لوليداتي. صافي وندوزو ان شاء الله باش نديرها في المول. ديك الساعه ندوزو للحشوه. دونك هنا البنات غتحتاجو في الحشوه عندنا حنا واحد 150 غرام ديال الزبده، جوج بيضات، واحد 150 غرام ديال اللوز مطحون مقشورو خضر اللي كيعطينا جوج ليكيفالون ديال جوج كيسان ديال العنبه او ايكيا. هنا كاس ديال سنيده، معلقه ديال النشا، واحد جوج معالق ديال الزهر ما زهر التنسيم. بغيتو ديروا فاني ديروه، بغيتو ديروا اي حاجه تنسمو بها نسمو بها. المهم انا كنفضل ما زهر مع اللوز كيجي زوين. صافي غادي ندير الزبده غندير معها السنيده. غنزيدو الماء زهر، النشا، واللوز. صافي نخلطو مزيان. صافي دابا غنجبدوا العجين ديالنا من الثلاجه، غادي نايطاليوها في المول، غنديروا فوق منها الحشوه. دونك في هذا الاثناء انا راه شعلت على الفران 180 درجه من تحت لفوق. غنحاول نزوقها، زوقوها باش ما بغيتو. المهم جست ان رابيل لان فيها اللوز.
دونك كالمنظر ديالها على هذا الشكل. صافي غندخلها الفرن، دوز نصوب الغدي ولوليداتي وانا معكم. دونك حبيباتي ها هي كتجي على هذا الشكل بحال هكذا، راه الداخل كتكون معلكه. دابا انا نخليها هكذا، غنديها بحال هكذا حتى تحطها هي في الطبسيل ونقطعها ونوري لكم من الداخل، لان يعني داخلها كعرفتوا كتجيها معلكه. ايوا كانت هذه على هذا الشكل. دونك انا كنكمل الغدا لوليداتي، سالي نطلع نلبس وانا معكم. هنا عدت اليكم من جديد. دونك بغيت بعدا اول حاجه، لانني ما كنتش وريتكم لو طان ديالي البارح، راكم شتوني البارح ضليت في الصالون. غادي نخلي لكم ان شاء الله بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يدخلوا القناه ديالي. ها نتوما كملت سوان دي فيزاج، نحاول نهبط شتيو، كملت سوان فيزاج الحمد لله، شميشه داخله، كملت سوان فيزاج ديالي صافي كملتو. هذا تخصيص، حصص تخصيص قرب نكملهم، باقي لي ثلاثه ديال الحصص ان شاء الله باذن الله. صافي درت البروتيين شعري، راكم عارفين ملي كديروا بروتيين خص شعركم، دابا راه دايره فولار دايره هذا يبقى مطلوق. دونك المهم انا مجنني واحد شويه، ماشي مشكله، حنا كنمشيو مع صحباتي راه كنحيدوا الفولار. دونك هذا مكان، دونك كانت اللبسه ديالي هي هذه، شوميز اون بانان. الناس اللي ما حملونيش فوالا، هلا راه عندي لوينات، راه مبقى نلبس لكم اللوينات كاملين. دونك شوميز في الغوج، كنضحك معكم والله الا بغيت نشد فيكم. شوميز في الغوج، فيست في الفولور، درت معاها جوب ودرت معاها دي شوسيغ. هاد لي شوسيغ كنت شريتهم شحال هادي، راه سنين وما عندي، من بريمارك. الناس اللي عندهم راه غادي يعرفوهم، من بريمارك كانوا عجبوني زوينين صافي، وفولاغ اون غوج نواغ وصافي، هادشي اللي كاين. دونك كانت هادي هي البيسة ديالي. ايوا هذا مكان، دونك صافي غادي نمشي دابا ان شاء الله مع صحاباتي، وهانتوما معايا. دونك حبيباتي بغيت هنا ان شاء الله باش نختم معكم لا فيديو ديالي، ان شاء الله غتكون هذه هي اخر فيديو ان شاء الله مع صحباتي بالنسبه لهاد السنه. نتمنى لهم من هذا المنبر ان شاء الله رمضان يدخل عليهم بالصحه والعافيه، هما وليداتهم عائلتهم، واي حاجه كيتمناوها ان شاء الله تحقق لهم باذن الله. والله يعطيهم الصحه والله يعطيهم هذا، وما كنسخاوش بهم صراحه. صديقات في المستوى، بنات الناس، سانسيغمون بنات الناس. هذه كلمه بغيت نقولها في حق الصديقات ديالي، بنات الناس عزاز عليا، الله يخليهم ليا. هادشي اللي كاين البنات. دونك غادي نختم معكم ان شاء الله، غنحاول اخر حاجه غتكون الفطور، وداكشي اللي ان شاء الله حنا دابا نجمعوا ان شاء الله الفطور، اخر حاجه غتكون الفطور. دونك غنختم معكم الصور، بغيت نختم معكم انا بيرسونيلمون باش ما ننساش، حيت بعض الخطرات كنسى، كنمشي معاهم وكنخرج وكنسى. وما كنختمش لا فيديو، حتى كنمشي عاد كنركب الصوت وكنعاود نختم معكم لا فيديو. ايوا هادشي اللي كاين البنات. دونك ما كنسخاش بكم حتى انايا، الله يخليكم ليا. شكرا لكم حكا على لي كومونتير ديال لا فيديو ديال نهار الاثنين، شكرا بزاف بزاف بزاف. الناس اللي الناس زعما سانسيغمون جو سوي فيغ دو فو، كنفتخر بكم بزاف بزاف بزاف، لانكم ناس في المستوى. الميساجات اللي تلقيت ليهم زعما تلقيت بهم كانوا ناس في المستوى، على داك الموضوع اللي كنا تكلمنا عليه، على ودك ديك السيده ولا على ودي ولا على اي وحده. دونك كنت تلقيت ميساجات زعما سانسيغمون ناس في المستوى، كنفرح لان ناس بعقلهم، ناس كيفكروا بعقلهم، كنفرح زعما فرحانه بكم سانسيغمون والله. راكم عزاز، راكم في القلب، شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا على الكلمات اللي، شكرا على تشجيعات، اي حاجه كتحطوها في حقي شكرا 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 بزاف، وهلا يخطيكم عليا. الى بروشين فيديو ان شاء الله، خليكم مع الصور.